16,000 قتيل و 33,000 جريح، 10 مليون شخص تهجروا و 18 مليون صاروا تحت خطر أكبر أزمة مجاعة بالعالم. هاي هي حرب السودان. نحو 100 قتيل. Civilians are in the line of fire. Women and girls have been abducted. حرب بين شخصين كانوا حلفاء وتحولوا لأعداء. عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ومحمد حمدان دجلو أو حمدتي قائد قوات الدعم السريع. قدرت اليوم ميليشيا الدعم السريع تسيطر على معظم إقليم دارفور وأجزاء من العاصمة خرطوم ومدينة ود مدني، تاني أكبر مدينة بالسودان. ومع هجوم قوات الدعم السريع على مراكز مدنية ومستشفيات، دعت المحكمة الجنائية الدولية شهود العيان لمشاركة أدلة بتوثق ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل أطراف النزاع. بنيسان 2019 بعد أشهر من التظاهرات والضغط الشعبي، نفذ البرهان وحمدتي انقلاب على الرئيس السوداني عمر البشير، رغم انه هو يلي اعطاهم سلطة ونفوذ وسمح لهم يراكموا ثروات كبيرة. بعد الانقلاب استلم البرهان الحكم وعين حمدتي نائبا، بس الشعب السوداني رفض الحكم العسكري واستمرت التظاهرات رغم القمع الدموي يلي نفذه البرهان وحمدتي ضد المدنيين. وبسبب الضغوط الدولية والشعبية توقع بنيسان 2023 اتفاق جديد بين العسكر والمدنيين، واشترط الاتفاق انضمام ميليشيا الدعم السريع للجيش بشكل رسمي، وهون انفجر الخلاف بين البرهان وحمدتي. بلشت قوات الدعم كمجرد ميليشيا استخدمها النظام بحرب دارفور 2003 وقت اعترضت مجموعات إثنية على تهميشها مقارنة بالعرب من قبل نظام البشير. سلح البشير قبائل العرب تحت ميليشيا الجنجويد يلي خاضت حرب مع قوات الجيش السوداني ضد حركات سودانية تحريرية. ارتكبت ميليشيات البشير مجازر فظيعة بدارفور وأصدرت وقت المحكمة الجنائية أمر اعتقال ضد الرئيس المخلوع. بال2013 منح البشير ميليشيا الجنجويد صفة عسكرية رسمية وتحول اسمها لقوات الدعم السريع بقيادة حمدتي. وكنوع من المكافأة سمح البشير للدعم السريع بالسيطرة على بعض مناجم الذهب بدارفور. الذهب يلي سيطرت عليه ميليشيا الدعم السريع بينباع اليوم بأسواق الإمارات. العلاقة بين الدعم السريع والإمارات ما بتقتصر على الذهب. الإمارات هي كلمة السر اللي خلت ميليشيا تقدر تواجه جيش البرهان النظامي والمدعوم من دول مثل قطر وتركيا ومصر. بتهرب الإمارات أسلحة للدعم السريع برحلات جوية من مطار أبوظبي لتشاد وبعدين لداخل السودان بالبر بحسب تقرير أممي. بالإضافة للسلاح الإماراتي تحصل ميليشيا الدعم السريع على أسلحة عبر ميليشيا حفتر بليبيا وميليشيا فاغنر عبر جمهورية أفريقيا الوسطى. تدخل الإمارات بالحرب بيرجع لمصالحها الاقتصادية الكبيرة بالسودان، مثل الاستحصار على أراضي زراعية لتحسين الأمن الغذائي الإماراتي واستيراد المواشي وتأمين المعادن الحيوية ومصادر الطاقة وبناء مشاريع موانئ على البحر الأحمر. بالسودان مثل ببلدان تانية لعبت الإمارات الدور يلي بتعرف تلعبه، إشعال الصراعات لتحقيق مصالحها.